السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يعني الحمد لله اتحسنت شوية عن الأول، فقلت أطلع أطمنكم برضو عليا. بس بصراحة جوزي تعبان جدا 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 لأني عنده السكر، فالأمراض المزمنة دي بتبقى بصراحة عندهم المناعة ضعيفة شوية، فالتعب بيبقى مسيطر عليهم أكتر. انا الحمد لله، يعني انا بقالي كده 14 يوم تعبانة، بس الحمد لله احسن من الاول. انا طالعة ارد على الناس اللي هي بتقولي انتي عاملة الفيديو عشان المشاهدات، وعاملة الفيديو عشان خاطر عايزة مساعدة والكلام ده كله. انا الحمد لله لو محتاجة مساعدة هبقى محتاجة مساعدة من ربنا، مش من العبد اصلا. انا اما عملت الفيديو عشان اعرفكم ان انا تعبانة وعشان تدعولي، بس هو ده اللي انا كنت عايزاه، ان انتوا تدعولي عشان اقدر اقوم واكمل لان الموضوع صعب. اي حد جاله كورونا اكيد هيبقى عارف انا عندي ايه دلوقتي وحاسه بايه. الموضوع صعب جدا جدا جدا، صعب يعني مش قادره اقول لكم صعب ازاي. تكسير في الجسم جامد، ما بتقدريش اصلا تقومي تعملي حاجه. لو قمتي اتحركتي عملتي حاجات خفيفه تحس ان انت بذلتي مجهود كبير وتبقي مش قادرة. وغير كمان بقى وجع البطن، يعني انا بطني بتتقطع. انا اقول لكم كل حاجة دلوقتي، عشان كده عملت الفيديو وقلت اطلع ارد على الناس هوريكم. انا كنت تعبانة زي ما قلت لكم من تاني يوم العيد، كان يوم بالظبط كشفت 20/5. انا مش عارفه بقى واضحه ولا لا، بس دي 20/5 والاسم شيماء جلال، وده طبعا العلاج اللي خدته تمام. وكان كمان باخد ابر مضاد حيوي كل 24 ساعه، كنت باخد ابر مضاد حيوي مع ابره مسكنه يوم 20/5 وانا تعبانه من تاني يوم العيد. الابره بتاعت المضاد الحيوي دي عشان اخدها لازم اعمل اختبار حساسيه، مش عارفه ابينها لكم ازاي، بس يعني مزرقه اهي، مزرقه مطرح الاختبار. يمكن دي اللي فوقتني شويه. احنا لينا دكتور العيله بتاعنا، بس هو ساعتها كان مسافر. خدت العلاج اللي موجود ده لمده 4 ايام على ما جه. هقول لكم بقى الرساله اللي جات لي على الواتس وهو قال لنا ايه بالظبط. هتسمعوا دلوقتي الرسالة بتاعت الدكتور نفسه. ثانية واحدة. ألف سلام عليكم يا حاج إبراهيم، دي حالة كورونا مؤكدة طبعا، تاخد مراتك وتاخد البنوتة وتروح لدكتور السطر، لأن أنا مش موجود في مصر، وأول رجوع ليا هيبقى يوم السبت الساعة 3 في العيادة. إنما طبعا أنت مش هتستنى، لازم كل واحد يتكشف عليه لوحده. الطبيعي إنك تكشف وتاخد علاج وتعمل التحاليل والأشعة وكذلك زوجتك، وربنا هيسلم إن شاء الله. تمام. طبعا إحنا رحنا لأن هو كان مسافر، فقال له ما ينفعش إن أنتوا تسكتوا. كان الأعراض باين عليا أنا وجوزي وبنتي كنزي، بنتي الكبيرة، وقلت لكم الكلام ده كله. رحت بقى للدكتور اللي هو قال لنا بقى أي دكتور يكشف عليكم عقبال ما أجي. فروحت للدكتور ودينا العلاج ده، فبرضه كنت تعبانه ومش قادره اقوم من على السرير وحاسه بهمدان فظيع جدا جدا جدا. فكشفت يوم 20 عند الدكتور الاولاني. الدكتور التاني اللي انا كشفت عنده انا وزوجي كان يوم 22/5، دي اول واحده اهي تمام، اللي فيها الابره لكل 24 ساعه، ودي كان يوم 22/5 تمام. طبعا عمل لنا التحاليل وادينا العلاج، وقال لنا العلاج ده لمدة 6 ايام. 6 ايام اقول لكم بقى العلاج اللي احنا خدناه. ادينا الزنك ده وادينا ده، بيدعم جهاز المناعة، بيدعم جهاز المناعة
وطبعا عشان الكحة والبلغم وعشان ما تنزلش على الرئة، مع ان هي نزلت عند جوزي على الرئة في الجهة الشمال، ادانا دواء الكحة ده برونشيكم، وادانا بنادول عشان تكسير الجسم 3 مرات في اليوم عشان تكسير الجسم، تمام. والعلاج الاولاني اللي انا كنت باخده طبعا وقفته عشان هاخد ده لمدة 6 ايام. فمفيش حد بيتاجر بالمرض، مفيش حد بيعمل فيديوهات ويقول انا تعبان وهو مش تعبان، وبالذات في كورونا يعني، لاني يعني ربنا ينجينا. انا عايزه اقول لكم انا طول الوقت قاعده بالكمامه، طول الوقت كلنا قاعدين بالكمامه، انا دلوقتي قلعاها لاني مش قادره اتنفس وانا بتكلم، مش قادره قلعاها عشان بكلمكم، لكن طول الوقت بالكمامه. يعني انا مش قادره اقوم اصلا اعمل حاجه، بقى له 14 يوم وجسمي مكسر جدا جدا جدا. بس زعلت لما في واحده تخش تقول لي انت بتعملي فيديوهات عشان طالبه مساعده من الناس وعشان مشاهدات. مشاهدات ايه؟ مشاهدات ايه؟ انا بقول ادعوا لي. انا ما قلتش حاجه غير ان انتوا تدعوا لي بس، وادعوا لزوجي لان زوجي تعبان، تعبان جدا جدا جدا. انا زوجي امبارح ما كانش قادر ياخد نفسه وكان صدره مقفول، وانا ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. قلت له طب نروح مستشفى الصدر تكشف عليك، هو بيخاف من موضوع المستشفيات وبيخاف من موضوع الدكاتره، لان في دكاتره ما بيبقاش عندها ضمير، فهو خايف جدا من الموضوع ده. فاتمنى كل اللي بيحبني ادعي لي انا وزوجي ان احنا نقوم بالسلامه، وربنا يشفي كل مريض، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اقف على رجلي واقدر اعمل فيديوهات وابقى متواصله معاكم. وبشكركم جدا جدا، وبشكر اي حد دعالي من قلبه، دعواتكم يعني وصلت لي بفضل ربنا وبدعواتكم، قدرت ان انا اتماثل الشفاء وابقى كويسه عن الاول. على الاقل قادره ان انا قاعده بتكلم معاكم. انا كنت الاول كنت نايمه خالص، ما كنتش بقوم بصراحه ولا بقدره اتحرك. في تكسير في الجسم، وانا برضو لغايه دلوقتي على فكره ما بشمش وما بدقش، يعني لما باجي اكل الاكل مش بستطعم الاكل وما عنديش نفس ان انا اكل اصلا. فربنا يشفينا جميعا. معلش بطلبها تاني، بقول لكم ادعوا لزوجي ان ربنا يقومه بالسلامه، لانه هو تعبان جدا جدا جدا. فامثل حاجه الى الدعاء لانه هو فعلا تعبان. امبارح ورانا يوم صعب جامد جدا والله العظيم، يعني يوم مر علينا مش قادره اقول لكم ازاي. فدايله ان هو بس ربنا يتم يشفيه على خير ويعدي الثلاث ايام دول، لان الكرسي بتاعه برضو زي 6 ايام لغايه ما نروح عند الدكتور. نتيجه التحاليل طلعت وهو بلغنا بالتليفون وقال لنا ان احنا عندنا نسبة كورونا، بس يعني ينفع يسيطر عليها بالعلاج. الحمد لله الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، احنا مؤمنين وراضيين بقضاء ربنا. طبعا انتوا شفتوا العلاج بتاعي، هوريكم دلوقتي علاج زوجي، الشنطة التانية، وهوريكم روجيتا برضو. علشان يا جماعة احنا ما ينفعش ان احنا يعني نمثل، ما نطلعش نمثل عشان خاطر المشاهدات. مشاهدات ايه؟ مشاهدات هتنفعنا بايه ابراهيم؟ نفس اليوم طبعا، ادي الروشتة التانية بتاعت جوزي ابراهيم، تمام، وادي العلاج بتاعه. مش هطول بقى عليكم، بديله برضو زنك غير الزنك بتاعي اللي انا باخده، بس ده زي بتاعي. ومديله بنادول، ومديله، وعلى فكره هو بيسخن اكتر مني كمان، فعاملين له الكمادات دي مع البنادول كل 8 ساعات. فدي شنطة ودي شنطة، فاحنا ما بنمثلش ومش طالعين نعمل فيديوهات ومش عايزين مشاهدات، احنا عايزين حاجة واحدة بس، ان انتوا تدعوا لنا ان احنا ربنا يتم شفانا على خير، ويا رب ما حدش يشوف اللي احنا شايفينه. الناس اللي جات لها كورونا هي بس اللي هتحس بينا وهتبقى عارفة احنا حاسين بايه. احنا مش قادرين يا جماعة والله العظيم، مش قادرين نمشي، اعصابنا مفيش اعصاب، مفيش اعصاب، حاسين كده ان جسمنا سايب خالص، عندنا تكسير في جسمنا ومغص شديد جدا 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 في البطن، جنابنا ابتدت توجعنا. فربنا يتم شفانا على خير، واي حد مريض ربنا يتم شفيه على خير. وانا مش محتاجه حاجه خالص غير ان انتوا بس تدعوا لنا ان احنا نقوم من الازمه دي ونبقى كويسين عشان خاطر ولادنا.
بس واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.